في أدوات كتيرة قوي طبيب الأسنان ممكن يستخدمها عشان الوقاية من تسوسات الأسنان. حاجة من الأدوات المهمة دي بنسميها سيلنس، اللي هي عاملة زي حشوة، بس هي مش حشوة، هي مجرد بتخلي التعريج على سطح الضرس قليلة، وبتخلي الضرس سطحه ناعم، عشان لو الطفل ما أكل حاجة وما غسلش أسنانه ما تحصلش تسوس او ما يجلوش اصابة بمرض التسوس. انصح ان احنا دايما ناخد اطفالنا لطبيب الاسنان عشان يشوف احتياجاتهم للسيلنس او للحشوات الوقائية دي.